اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني أن منصب رئاسة الجمهورية وطريقة اختيار شاغلة هذه المرة لا يمثلان شعب كردستان ولا استحقاقاته. وحسب بيان للحزب، فقد اجتمع المكتب السياسي بإشراف الرئيس مسعود البرزاني لبحث ومتابعة العملية السياسية في العراق وتداعياته الأخيرة من منطلق الجهود التي بذلت لحل المشاكل ومن منطلق الحفاظ على وحدة الصف والعلاقات الطيبة داخل البيت الكردي. يبدو أن الانقسام الكردي ماض في طريق الخلاف أكثر حتى بعد اختيار برهم صالح رئيساً للعراق، الأمر الذي زاد من حدة الخلاف بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إلى مستوى غير مسبوق بشكل واضح. الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني اعتبر أن منصب رئاسة الجمهورية وطريقة اختيار شاغله هذه المرة لا يمثلان شعب كردستان ولا استحقاقاته. وبحسب بيان للحزب، فقد اجتمع المكتب السياسي بإشراف الرئيس مسعود البرزاني لبحث ومتابعة العملية السياسية في العراق وتداعياتها الأخيرة من منطلق الجهود التي بذلت لحل المشاكل ومن منطلق الحفاظ على وحدة الصف والعلاقات الطيبة داخل البيت الكردي. وحول آلية اختيار رئيس جمهورية العراق، أكد البيان على أن رئاسة الجمهورية كانت من استحقاق شعب كردستان ولم تكن حكرا على طرف سياسي بعينه، وجرت العادة دوما على حسمها في إطار التوافق بين القوى الكردستانية. وما أقدم عليه الاتحاد الوطني هذه المرة هو ضرب وتخريب لهذا التوافق، وهذه بداية سيئة لحسم منصب رئيس الجمهورية. ورأى أن هذا المنصب وطريقة اختيار شاغله هذه المرة لا يمثلان شعب كردستان ولا استحقاقاته، وقد فتح بهذا بابا في وجه الآخرين ليقرروا من الذي سيحظى باستحقاقنا بدلا من أن يقرر ممثلو شعب كردستان ذلك. وزاد البيان، الحزب ينظر باهتمام إلى خطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وقد شارك في تبادل الآراء ووجهات النظر حول العملية، واعتبر أن من الخسران أن لا تفيد المكونات من استحقاقاتها المقررة في العراق الجديد. وأكدنا على أن تأتي هذه الاستحقاقات كنتيجة لقناعات وآراء المكونات وأن تمثلها تمثيلا حقيقيا، والآن سنتابع بدقة خطوات تشكيل الحكومة الجديدة وسنتخذ القرارات اللازمة في وقتها. النائب عن الديمقراطي الكردستاني شيروان جمال آغا الدوبرداني عبر عن أسفه لوصول برهم صالح لرئاسة الجمهورية العراقية دون إجماع وموافقة جميع الكتل الكردستانية، وقال في بيان: يؤسفنا ما حصل، مضيفا: حزبنا حتى اللحظات الأخيرة حاول جاهدا أن يتم تولي المنصب من قبل مرشح تجمع عليه القوى الكردستانية، إلا أن الاتحاد الوطني الكردستاني خرق هذا الاتفاق والإجماع الكردي متمسكا بمرشحه، ليتم بعدها التصويت لبرهم صالح من قبل أعضاء مجلس النواب كافة، وهذا مخالف للأعراف والتوافقات التي تؤكد أن المنصب من حصة الكرد، بمعنى أن القوى الكردية هي من تصوت بالدرجة الأولى على مرشح لشغل منصب رئيس الجمهورية، وهذا ما لم يحدث. واختتم البيان بأن الحزب سيتابع بدقة خطوات تشكيل الحكومة الجديدة وإنه سيتخذ القرارات اللازمة في وقتها. من جهتها، أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان العراقي إنها غير ملزمة بالتعامل مع اتفاقات الكتل السياسية الأخرى التي أفضت إلى تسمية رئيس الجمهورية. رئيسة الكتلة فيان دخيل قالت إن نتائج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هي كسر عظم للكرد على حد تعبيرها. برهم صالح. والحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الملف، يسعدني أن أرحب بضيفي من أربيل الأستاذ هيوى عثمان، محلل سياسي. أستاذ هيوى، مساء الخير. مساء الخير. يبدو بأن انقسام داخل البيت الكردي لا زال مستمر حتى بعد إعلان رئيس الجمهورية في العراق، ما أسباب هذا الخلاف والانقسام أستاذ هيوى؟ نعم، تحية لك للمشاهدين. طبعا توقع منذ البداية، لأنه لم يكن هناك بصراحة إطار يوحد الحزبين. كان في السابق إطار الاتفاق استراتيجي بين الحزبين، والذي كان يرعاه الزعيمان مام جلال وكاك مسعود. بس اليوم بعد غياب مام جلال من المشهد السياسي، العلاقة تغيرت كثيرا بين الحزبين،
ورأينا في الكثير من المنعطفات التاريخية أو من كثير من المواقف عدم توافق الحزبين، وكان إلى حد ما متوقع أن لا يكونا متفقين على رئيس على مرشح واحد لرئيس الجمهورية، وأنا قلت ذلك في الكثير من المقابلات قبل عملية انتخاب الرئيس الجديد. أستاذ هوا، يعني هل لموضوع استفتاء الاستقلال والأحداث التي حدثت مؤخرا انعكست بشكل مباشر وأدت بالتالي إلى هذا الخلاف وزيادة الهوة بين الحزبين الرئيسيين كما أشرت؟ استفتاء الاستقلال الذي حصل كان الاتحاد في غالبه متفقا مع البرزاني، وكانوا سوية في عملية الترويج للاستفتاء، في التصويت، في التصريح، في تأييد الاستفتاء، ولكن كان هناك جزء من أو كتلة من داخل الاتحاد الوطني التي لم تكن مع هذا الاستفتاء في البداية، ولكنهم لم يتحدثوا ضده عندما كانت الحملة مستمرة. بعد الاستفتاء وفي شهر أكتوبر السنة الماضية عندما قامت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي بالدخول إلى المناطق التي سيطر عليها البيشمركة بعد. نعم أستاذ هوا، يعني الآن منصب الرئاسة وخلاف وينقسم أكثر الخلاف، يعني برأيكم الصراع ده كما أشار الكثير من المراقبين بأن حتى داخل إقليم الكردستان العراق باتت صراع أكثر شراسة، يعني إلى أين ممكن أن يوصل هذا الصراع مع الأيام المقبلة أستاذ هوا؟ علينا أن نراقب بصراحة، لأنه الوضع الحالي في الإقليم يعني يوجد عملية تصويت على انتهاء عملية التصويت في كردستان وإعلان نتائج انتخاب البرلمان هنا، وفي بنفس الوقت طبعا ستتشكل حكومة في إقليم. هذه الحكومة سيكون لها يعني سنرى ما إذا كان التوافق مستمر بين الحزبين أم لا. هذه كلها متغيرات سنراها أو بشكل أوضح في الأيام القادمة. اليوم من مؤتمر الصحفي للسيد نيجيرفان بارزاني تحدث بأن الاتحاد أنهى عملية التوافق وعلى حول الأساسية، وأنهم سيقومون في تشكيل حكومة على أساس المقاعد أو عدد المقاعد في البرلمان القادم وليس على أساس التوافق بين الحزبين. طيب أستاذ هوا، يعني صعود برهم صالح، يعني هل هو انتصار رمزي لإيران وانتكاسة للحالمين باستقلال كردستان في هذه الجزئية لو سمحتم؟ لا، يعني هو صعود الدكتور برهم يروه كانتصار للاتحاد، البعض يروه كانتصار للاتحاد الوطني الكردستاني. القرارات طبعا في العراق تتخذ لها أبعاد، جميع قرارات العراق لها أبعاد إقليمية ودولية. برأيي لا يوجد، يعني لا أستطيع أن أقول أنه انتصار كبير لإيران أو انتصار لأمريكا أو ما إلى ذلك. الشخص يعني يتمتع بعلاقات مع الطرفين، وربما استغلها أو وظفها التي له في عملية الترويج للتصويت له أو الحد تحشيد للتصويت له في الانتخابات اللي صارت. أستاذ هوا، هناك الكثير من الحديث حول بأن يعني الرئاسة لم تكون ضمن المرشح للرئاسة لم يكون ضمن الآليات والمعايير القانونية حتى يتم ترشيح إلى هذا المنصب، حتى حركة التغيير الكردية أيضا قالت بأنها لا تعترف بمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الدكتور برهم صالح رئيسا للعراق. يعني سابقا كان مرشح الرئاسة يقدم من قبل الكتلة الكردستانية أو الكتل الكردستانية، وكان هناك اتفاق في زمن مامجلال، طبعا كان هناك إجماع كردي عليه في إطار الاتفاق الاستراتيجي بين الحزبين، حتى في الدكتور فؤاد معصوم الرئيس السابق أيضا تم التصويت عليه، كان هو والدكتور برهم مرشحان وتم التصويت عليهما في الكتلة البرلمانية الكردية التي ضمنت ممثلين من جميع الأحزاب الكردية، وبعد ذلك ذهبوا إلى البرلمان بمرشح واحد. هذه المرة هذا العرف لم يتبع، وكان ذهاب الدكتور برهم إلى البرلمان كان نوع من التنافس بين الحزبين الكرديين. طيب أستاذ هوا، يعني هل بقي شيء معين قد يجمع أو يجمع بين الحزبين ويوحد رؤيتهما في الأيام المقبلة وتتجاوز هذه الأحزاب هذه المعضلة السياسية التي يبدو أنها انعكست بشكل مباشر على إقليم كردستان العراق؟
علينا أن نرى ماذا سيقدمه الاتحاد للحزب الديمقراطي الكردستاني. واضح من لهجة الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنهم يشعرون بالخذلان، وبأنهم لن يعني أنها لن تمر بسهولة على الطرف الآخر. وعلينا أن نرى في عملية تشكيل الحكومة ماذا سيفعل الحزب الديمقراطي الكردستاني، إنه لديه عدد أكبر، تقريبا ضعف مقاعد الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان في برلمان. نعم ضيفي، نعم ضيفي من أربيل الأستاذ هوا عثمان محلل سياسي، شكرا لك على تلبية الدعوة وعلى كل المعلومات التي أضحتها. مشاهدينا الآن ننتقل إلى السليمانية لأرحب ضيفي من هناك الأستاذ آرام حاجي باحث وحقوقي. أستاذ آرام مساء الخير. أستاذ آرام حاجي معك، تفضل أسمعك. نعم مساء الخير أستاذ آرام. مساء الخير سيدي الكريم. كيف انعكس وأثر انتخاب الرئيس برهم صالح لمنصب الجمهورية على إقليم كردستان العراق في ظل هذه الاعتراضات من قبل العديد من الأحزاب الكردستانية في إقليم كردستان؟ نعم بداية تحية لكم ولمشاهديكم الكرام ولزميلي الأستاذ هوا من أربيل. أهلا وسهلا. يعني سيدي الكريم، مسألة انعكاس انتخاب رئيس الجمهورية على الإقليم تتركز على محورين. نعم. إما اتجهت بالموقف الكردي نحو بغداد على مبدأ الخلاف، وهذا الخلاف مبني على مسألة أو عدم دراية الحزب الديمقراطي بما جرت في الآونة الأخيرة على الساحة السياسية العراقية من احتجاجات وتغيير في المواقف السياسية والحزبية داخل البيت العراقي، وإما ركزت على العمل نحو التفاف سياسي حول الأحزاب الموجودة في الإقليم والعمل على صدارة الموقف السياسي الكردي في بغداد بغية اكتساب مكتسبات محاصصية جديدة داخل بناء على البيت الكردي في بغداد. لذلك الانعكاس لم تؤثر بشكل سلبي على الموقف الكردي في بغداد، لأنه الاتحاد الوطني كانت تعمل بجدية وبروية طيب. وبدراية تامة نحو التغييرات التي حصلت في الآونة الأخيرة، وخصوصا بعد إجراء الانتخابات البرلمان العراقي والأحداث التي جرت في جنوب العراق والتغييرات المحاصصية التي طرأت على المواقف الحزبية داخل الكتل السياسية الموجودة ضمن المشاركة في طيب البرلمان. أستاذ أرام، في ظل ما أشرت إليه، هل سيكون هناك من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني مع الأيام المقبلة كنظام ترضية لحزب الديمقراطي الكردستاني للخروج إلى بر الأمان والخروج من هذه المشاكل الحادثة بين الحزبين الرئيسيين؟ يعني استنادا إلى ما شاهدناها في الدورات السابقة، في نهاية المطاف البيت الكردي ستصل إلى حلول وإلى تفاهمات جدية بهذا الشأن. أما التغذية التي من المتوقع أن تقدم عليها الاتحاد الوطني هي يعني ما أقدمت عليه إقليم كردستان لإجراء الانتخابات في 30 يوليو المنصرم، وهي تشكيل حكومة إقليم في الأيام القادمة أو أبعد من ذلك. لذلك أنا أرى أن الترضيات ستكون إما على المستوى الإقليم أو إما أن تكون على مستوى الامتيازات التي ستحصل عليها من بغداد. يعني أنت هون مربط الفرس، حطيت إيدك على الجرح اللي كنت أسألك يا أستاذ آرام. بعد أن شن الحزبان الكرديان منافسة شديدة على منصب رئاسة الجمهورية، هل سيتكرر المشهد ذاته على المناصب الوزارية في بغداد، أم كما أشرت حضرتك سيكون هناك ترضية من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني والتنازل لحقائب وزارية للحزب الآخر المنافس له؟ لا، أنا أستبعد التشدد على المنافسة حول المحاصصة الحزبية أو الوزارية في بغداد أو حتى في الإقليم، لأنه الحزبين تمتلكان تاريخا مشتركا في العمل السياسي وإدارة الإقليم والمشاركة السياسية في الوطنية في على مستوى العراقي. لذلك أنا أستبعد التشدد أو يعني الظن الراجح متوجه إلى الترضية، لأنه هناك خيارات متعددة أمام الحزبين. إذا كانت هناك خلاف على المواقف المحاصصية في بغداد،
ربما بالإمكان التعويض عنها في على مستوى الإقليم، أم أو إذا كانت هناك خلافات على مستوى الإقليم بإمكان الترضية على حسابها في المناطق ما يسمى بالمناطق المتنازعة، وبحيث أن للكرد حصص إدارية ومؤسساتية ضمن هذه المنطقة المعروفة بمنطقة المتنازع عليها مع بغداد. أستاذ أرام، هناك أحزاب كردستانية أخرى رفضت تولي رئيس العراق دكتور برهم صالح لمنصبه، واتهمت بأن هذا دعنا نقول المكان وصل إليه هذا الحزب الاتحاد الديمقراطي من خلال عملية تزوير وقعت في مدينة السليمانية كحزب حركة تغيير الكردية. أستاذ أرام. نعم سيدي الكريم، يعني في جميع الانتخابات التي جرت في الآونة الأخيرة أو السابقة يعني كنا نسمع هذا المنوال والتلاعب عليه من قبل هذه الحزب أو ذاك، لذلك يعني ما تقرع عليه طبول بعض الأحزاب الكردية نحو انتخاب الأستاذ برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية هي التفافة على الحصة الكردية المشاركة وفق المبدأ التوافقي مع بغداد للعمل على اكتساب امتيازات حزبية حصرية. لذلك يعني جميع النتائج التي أصدرت سواء يعني من حصة الكرد المشاركة في الانتخابات العراقية أو حصة الأحزاب الكردية المشاركة في الانتخابات الإقليم، يعني هناك عدم إرضاء من نتائج الانتخابات، وهناك الشعور بالانتكاسة، وهناك الشعور بعدم دراية وعدم تفاهمات لما تجري على المستوى العراقي ومن ضغوطات ومن توافقات استراتيجية إقليمية ودولية. لذلك انعكست هذه الأمور من عدم دراية هذه الأحزاب بما تجري انعكست عليهم سلبا وأثرت على نفوذهم الحزبي والسياسي، لذلك إنهم يلتفون على بعض من تلك القنوات التي تجري العمل عليها لمشاركة الكرد في بغداد والعمل على اكتساب امتيازات أخرى. طيب أستاذ أرام، في ظل هذا الانقسام الكردي الآن والانقسام الحاد، ومن هناك من أطلق عليه بأنه دخل من مرحلة الانقسام إلى مرحلة الصراع الشديد، يعني كيف سيكون للكرد دور وثقل في ولادة الحكومة العراقية وإنشاء الحكومة العراقية الجديدة؟ سيد الكريم، لا شك إن مسألة ولادة حكومة العراقية الجديدة هي مسألة صعبة، لأنها أمام تحديات يعني صعبة. واليوم أعلنت السيد مقتدى الصدر إعطاء مهلة للأستاذ عادل عبد المهدي وهي سنة كاملة لإثبات نجاحه في تشكيل الحكومة، وعدم إعطاء مرشحين من التيار الصدري للعمل على اختيار الأستاذ عادل عبد المهدي لما تملي عليه حقيبته الوزارية أو رئاسة الوزراء. لذلك يعني نشأ تغييرا في الموقف المحاصصي التي كانت في السابق تعمل عليه تشكيل الكابينات الوزارية وما إلى ذلك. لذلك يعني ربما يعني ستكون لها إفساح مجال أمام الكرد لمشاركة أفضل بعيدا عن الاختيارات المحاصصية. طيب إذا كانت هناك مرشحين تكنوقراطيين أو أكفاء سواء من الكرد أو غير الكرد، ستكون الأستاذ عادل عبد المهدي حظ أوفر باختيارهم والمشاركة به في حقيبته المقبلة. ضيفي من السليمانية الأستاذ آرام حاجي باحث وحقوقي، شكرا لك على تلبية الدعوة وعلى كل الإضاءات التي أضأتها. الشكر موصول لكم مشاهدين، عطيب وحسن وكرم تابع، دمتم بخير، إلى اللقاء.